السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأبناء الوطن العربي الجميل في درس جديد من دروس الجافا بروجرامينج. النهاردة إن شاء الله هنبدأ موضوع جديد اسمه الميثودز، أحيانا نقول عليه الفانكشنز. ليه بستخدمها؟ مرات في برنامج بتلاقي مثلا أنت بتكرر جزء من كود كتير، نتفرج على الكود ده اللي احنا مكررينه 3 مرات، وبعدين نقول مش معقول المبرمج يعمل كده، لازم نعمل له مثلا لوب. طب ما هو فيه لوب. لا لا، الموضوع بقى مش لوب، الموضوع حاجة تانية. لو عندنا صم بتساوي 0 قبل اللوب، وعملنا لوب من 1 لغاية 10، جمعنا الاي على الصم، ده هيعمل ايه؟ هيجمع الارقام كلها اللي من 1 لغاية 10 يحطها في الصم، وبعد ما خلصت اللوب طبعت صم from 1 to 10 is، طبعت المجموع اللي هيطلع 55. طيب خلصنا. في نفس البرنامج انا محتاج تاني اجمع ارقام من 20 لـ30، فقلت برضو صم بتساوي 0 قبل اللوب، فور اي بتساوي 20 to 30، صم زائد يساوي اي، بعدين طبعت المجموع من 20 لـ30. احتجت في نفس البرنامج مرة ثالثة الصم من 35 لـ45، برضو مرة تاني لازم ابدأ الصم قبل اللوب كل مرة بصفر، واشتغل اللوب بتاعتي من البداية للنهاية واجمع الاي على الصم في الاخر اطبع الصم. لاحظنا ان الكود اتكرر 3 مرات وممكن يتكرر كتير، ففي حالة تكرار، في حالة تكرار جزء كود داخل برنامج عدة مرات يفضل فصله بروتين مستقل، ببرنامج مستقل، نقول كده بإيه؟ بميثود مستقلة. ميثود عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزء برنامج، ميثود مستقل، بنستعملها أكتر من مرة. تعال نشوف كده، هكتب كأني بالظبط بكتب مين؟ بكتب إيه؟ public static int، كنت بكتب مين زمان؟ زي كده public static void main. طب هنا كتبت public static بس بدل void integer، ليه؟ هنشوف دلوقتي. بدل ما اسمها مين؟ sum، لأنها بتجمع الأرقام من واحد، من أي واحد، دي البداية لآي 2 ودي النهاية. يعني اللوب مش من 10، من 1 لـ10، ولا من 20 لـ30، ولا من 35 لـ45، أمال إيه؟ من آي 1 لآي 2 أهو. بدأت صم بتساوي 0 وقلت له ابدأ الآي من آي 1 اللي هي هنا، بفرض إن بعتوا لي 1 يبقى هبدأ من الواحد مثلا، وبعتوا لي هنا 10 هنا كده، يبقى هنتهي عند العشرة اي بلس بلس، وجمعنا الاي على الصم كل مرة. وبعد ما خلصنا قلنا له ريتيرن الصم، ريتيرن فين؟ ريتيرن للمين، نشوف المين فين اللي ناداها او الفانكشن اديتها ونرجع لها، هيرجع الصم مجموع القيم، بس هنخلي دي صم كابيتال اسم الفانكشن، ونخلي الصم اللي جواه حاجة مختلفة عشان يميزهم عن بعض، عشان ما يطلعش ايرور في البرنامج. طيب خلصنا الفانكشن دي وكتبناها جوه الكلاس البابليك كلاس اللي احنا اللي عندنا، يعني في عندنا بابليك كلاس مثلا اسمه ميثودز، احنا نسميه زي ما احنا عايزين اي اسم طبعا كده، واهو كده حطيت الفانكشن دي او الميثود دي جوه الكلاس، وحطيت كمان المين، وهو لازم يبقى في مين عشان اعرف انفذ. طيب public اللي احنا عارفينه static void main string args arguments، وقلت له اطبع system.out.println، الجملة اللي هتطبعها زي ما هي system from 1 to 10 is، وبعدين ينادي على الفانكشن اللي هي دي، يديها الواحد والعشرة، دي هتشتغل وتجمع الأرقام من 1 لـ10 وترجع الصم هنا في الحتة دي. طب مرة تاني sum from 20 to 30 is، وناديت على الفانكشن، اديتها 20 و30، يعني دول بيروحوا لفوق كده، سواء ده وده او ده وده او ده وده، نفس الشيء بس ده كول وده كول وده كول. طبعا ده اي 1 وده اي 2، اي 1 كل مرة وده اي 2 نفس الشيء، يعني كل مرة بنادي الاي 1 والاي 2 غير، فناديت من 20 لـ30، بدأ من 20 زي ما يجي لها هنا، بدأ من 20 راح لـ30 وجمع الأرقام ورجعها لي هنا،
ونفس الشيء 35 و45. كده عملت ايه؟ بدل ما اكتب الكود 3 مرات زي ما احنا شايفين، كتبته مرة واحدة بس في دالة مستقلة او روتين مستقل، او بنسميها ميثود مستقل. الميثود غير المين ميثود، اسمها غير اسم المين، لكنها نفس الشكل. بس كل ناخد بالنا منه ان الفويد معناها بترجعش حاجة، الانت او الدبل او التشار او مثلا البوليان او السترنج هترجع قيمة. فلو فيها ريتيرن خلاص يبقى ايه، لازم اكتب نوع الحاجة اللي هترجع، هي السم نوع هينتجر تكتب الانتجر. طب والله لو كان بطبع هنا، يعني بنادي وبطبع جوه بس ما برجعش حاجة، دي هتبقى فويد عادي زي المين. هنشوف طبعا دي اسمها ريتيرنينج فاليو فانكشن، هنتعرض للفويد فانكشن اللي هي ما بترجعش حاجة اللي زي المين. يبقى كده خدنا مقدمة احنا ليه بنستخدم الميثود. لما يكون في عندي جزء من كود بيتكرر كتير في البرنامج الاصلي بتاعي، افصله في دالة بروحها في مكان بروحه، وبعدين استدعيه اكثر من مرة. طيب هل في اسباب اخرى للفصل؟ اه والله، بدل البرنامج يبقى سايح على بعضه 1000 سطر ولا شيء، لا نقسمه لمجموعة روتينز او مجموعة برامج صغيرة سب بروجرامز اللي هي الميثودز، وبالتالي بقى لكل فانكشن بروحها ريدابل، اعرف اشوفها بقى، اقدر اطلع الاخطاء بسهوله، ايرور برون يعني اطلع اشوف الخطا بتاعي بسهوله منها. كمان اقسم العمل على المبرمجين، عندي مبرمجين كتير في الشركه مثلا اللي انا فيها وعايز اخلص برنامج بسرعه، بدل ما واحد يعمله لا كل واحد يعمل شويه فانكشنز ولا حاجه، وفي الاخر مين ينادي عليه نجمعه، وفي الاخر مين ينادي عليها، وكل واحد يختبر الفانكشنز عنده، وبعدين في الاخر نجمع البرنامج على بعض. ان شاء الله في الفيديوهات القادمة هنتفرج على ونشوف مجموعة ميثودز، يعني نبدأ ندخل في العمق أكثر شوية ونتعلم يعني إيه ريتيرنينج فاليو، يعني إيه فويد فانكشن، يعني إيه لوكال، يعني إيه جلوبال، يعني إيه سكوب فاريبلز، إزاي تبقى الفانكشنز أكثر تعقيدا شوية، إزاي نفصلها نحطها في كلاسز أخرى. يعني ابقوا معنا إن شاء الله.